أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تمتلكه البحرين من مقومات وإرث حضاري غني تشاركه مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، وما تتمتع به من مزايا جعلتها وجهة للسياحة العائلية الخليجية وعززت من تواجدها على خريطة السياحة العالمية. وأشاد سموه حفظه الله بتوجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز ودعم التعاون فيما بينها على مختلف الأصعدة بشكل يحقق تكامل هذا التعاون. وقال سموه إن اختيار الملامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016 يأتي ضمن هذه التوجهات، منوها سموه بالعمل على ما تحقق أو تحقيق الخطوات التنفيذية الرامية إلى جعل السياحة مصدرا داعما لاقتصادات دول المجلس ورفع نسبة إسهامها فيه. جاء ذلك لدى تفضل سموه برعاية حفل تدشين فعاليات الملامة عاصمة السياحة الخليجية 2016 الذي أعلن من خلاله رسميا أو أعلن خلاله رسميا سعادة السيد زياد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لترميم وإعادة إحياء منطقة باب البحرين وسوق الملامة القديم بإشراف في هيئة البحرين للسياحة والمعارض وبالتعاون مع لجنة السوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك حرصا من سموه على الحفاظ على هذا الإرث وتجسيدا لعمق ارتباطه بالبحرين وشعبها. وأعرب سموه عن سعادته بتدشين فعالية الملامة عاصمة السياحة الخليجية 2016 من موقع باب البحرين الذي يمثل بوابة العاصمة الملامة، وهو موقع راسخ في الذاكرة الوطنية البحرينية، ولا زال هذا الموقع شريانا هاما للحياة التجارية. مضيفا سموه أن أحياء سوق الملامة القديم وما يتصل به من أنشطة تجارية من الجوانب الهامة في تعزيز حركة التسوق والسياحة في مملكة البحرين، بل هي ضمن المنتجات السياحية التي يتم التسوق لها لاتصالها الوثيق بماضي وحاضر البحرين والذي سيبقى مزدهرا بعطاء أبناء هذا الوطن العزيز. ونوه سموه إلى أن القطاع السياحي وما يتصل به من خدمات مساندة هو مجال يحظى بالكثير من الاهتمام ووضع الخطط الرامية إلى الارتقاء به، ومن بينها تنفيذ برامج طموحة وتطوير التسهيلات التي تمنحها البحرين لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية منذ عام 2014، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات دخول إلى المملكة بما يسمح بزيادة جاذبيتها للوفود والأفواج السياحية والتي تزور المنطقة واستقطاب الاستثمارات في قطاع السياحة. هذا وكان الاحتفال الذي جرى مساء اليوم في باب البحرين بالعاصمة الملامة بحضور جمع من كبار المسؤولين وضيوف البلاد، قد بدأ بكلمة ألقاها سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أكد فيها على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من قيادة البلاد الحكيمة. وقال إن مملكة البحرين تفتخر وتعتز باختيار الملامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016، وذلك بقرار من مجلس وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تقديرا لما للبحرين من مقومات سياحية وحضارية تشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الخليجي المشترك. وأكد بأن الوزارة سوف تسعى بكل ما تستطيع لكي تكون هذه السنة مكرسة لخدمة السياحة وتنميتها وتطويرها وتعزيز العلاقات الثنائية والخليجية في هذا المجال وعلى المستويين الرسمي والأهلي.
وأوضح الوزير الزياني أنه بهذه المناسبة سيتم الإعلان عن عدد من الفعاليات والبرامج المتعلقة بعاصمة السياحة الخليجية، وهي تستهدف جميع شرائح المجتمع والأسر والعوائل الخليجية، وسوف تكون نقطة انطلاق لإنشاء فعاليات تقويم البحرين إيمانا بأن السياحة هي النفط الذي لا ينضب. بعدها تم تقديم عرض توثيقي لتاريخ البحرين وحضارته على مر العصور، ويشتمل على أهم المعالم السياحية والمحطات التاريخية للبحرين قديما وحديثا. كما تضمن الحفل مشاركة لفرقة الخيال التابعة لوزارة الداخلية، ولوحات من الفنون الشعبية قدمتها فرقة جلالي، وعروض للألعاب النارية. مملكة دستورية مد إليها كلتا يديه ورفعها إلى سماء الديمقراطية. حمد بن عيسى بن سلمان حر أبى إلا أن يحلق في سماء الحرية، فكان له ما أراد بميثاق باركت خطواته موافقة شعبية. رفع العلم والعلم وأوقد العزيمة والهمم، رفع صرح الإعلام والصحافة فكفل للحرية حقها. أنعش السياحة فانتعشت الأرض رغدا، جعل من الحرس الوطني عيونه التي يرى بها، وبسط للأمن سحابة كفوفه فثبت حماة الجيش في صفوفه. ترفق بصحة شعبه ومعيشته فأجرى قلبه نهرا أجلس شعبه على ضفافه. مد الأرض للمرأة سهولا خضراء فتدفق عطاؤها كالجداول. حمد بن عيسى بن سلمان رجل الأفعال عندما تصمت أفعال الرجال. كلام الزين من كذب المنابر قد تعال.